أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم يتبين للذين ورثوا البيوت والعمائر من بعد أن أهلكنا أصحابها ورثوا السيارات ورثوا الأراضي والعقارات بعد موت أهلها أولم يتبين لهؤلاء أن لو نشاء أصابناهم بذنوبهم أي كما أهلكنا السابقين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها. لماذا نقص عليك من أنبائها؟ للإدكار والاعتبار والاتعاظ. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات على وحدانية الله وعلى قدرته فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. التكذيب ديدنهم وشأنهم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد. يعاهدون فيغدرون ولا يفون يسألون الله في الملمات فإذا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد إذا أصابتهم مصيبة دعوا فإذا كشفت المصيبة نقضوا كل العهود وكل المواثيق كما قال تعالى في شأن بعض أهل النفاق ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي خارجين عن الطاعة أهل كفر أهل إجرام أهل عصيان. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفين بالعهود والعقود مع الله ومع خلق الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.